شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول الآداب الإسلامية، ونتحدث حول هذا الموضوع في مقامين. المقام الأول الآداب في إطارها الكلي، وفي هذا المقام هنالك ثلاثة مباحث. المبحث الأول في مفهوم الآداب، المبحث الثاني في دائرة الآداب، المبحث الثالث في غايات الآداب. أما حول الموضوع الأول وهو مفهوم الآداب، الآداب عبارة عن الهيئات الحسنة التي ينبغي أن يقع عليها الفعل الاختياري. ولا يفرض ذلك إلا إذا أمكن أن يقع الفعل الاختياري على هيئات متعددة. الهيئة التي ينبغي أن يقع عليها الفعل، هذه الهيئة يقال لها الأدب، وهذه الهيئات يقال لها الآداب. ومن هنا يمكن
أن نكتشف الفرق فيما بين الأخلاق والآداب. مفهوم الأخلاق يختلف عن مفهوم الآداب. الأخلاق عبارة عن ملكات ثابتة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة، الجود ملكة باطنية، هذه الملكة وجدت في حاتم الطائي، ملكة باطنية ثابتة، عندما يريد أن يعطي شيئا للفقير لا يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج إلى تعمل، وإنما يصدر الإعطاء عن تلك الملكة بدون أي صعوبة. هذه الملكات الباطنية يقال لها الأخلاق. أما الآداب فهي هيئات يتلبس بها الفعل الخارجي، وبعبارة واضحة الأخلاق لون الباطن والآداب لون الفعل ولون الظاهر. هذا هو المبحث الأول، مفهوم الآداب. المبحث الثاني، دائرة الآداب. إحدى الأشياء العجيبة التي تظهر بالمقارنة بين الإسلام وبقية الأديان وبقية القوانين الإلهية منها والوضعية، أن دائرة الآداب في الإسلام دائرة وسيعة جدا. هذه السعة وهذا الشمول فيما نعلم لا نجده في أي دين آخر، حتى الأديان الإلهية، ولا نجده في أي قانون وضعي. أنتوا الآن لاحظوا القوانين الوضعية الموجودة في العالم كله. الآداب مطروحة بشكل باهت جدا. القانون الوضعي يهمه أن تكون مواطنا صالحا، ربما يتناول القانون الوضعي بعض الآداب الاجتماعية، ربما، أما هذا الشمول الذي نجده في الإسلام لا نجده في أي دين أو قانون آخر. هنالك حديث أروي أن الإمام صلوات الله عليه قال إن كل شيء له حد. صغير العبارة، ما من شيء خلقه الله، كل شيء له حد، صغير أو كبير.
في أدنى ظاهرة تجدونها، الأشياء العادية التي تجدونها، إنه ظاهرة مألوفة متكررة في كل يوم. هذه الظاهرة لها مجموعة من الآداب. المشي عملية اعتيادية طبيعية نقوم بها. هذه العملية لها مجموعة من الآداب. الأكل والشرب، أنتوا إذا تلاحظون حتى الرسائل العملية المبنية على الاختصار، الأكل والشرب فيه في الرسائل العملية حوالي 30 أدباً من الآداب، أنه كيف تأكل وكيف تشرب وكيف تنام وكيف تلبس ملابسك وكيف تقص أظفارك، قص الأظفر. هذه لها آداب في الدين. وكيف تستاك، الروايات الواردة في السواك روايات كثيرة، وحتى تتناول كيفية السواك. لاحظوا الأحاديث، وهذه من عجائب الإسلام التي كشف عنها العلم الحديث مؤخرا. الإسلام يقول استاكوا عرضا ولا تستاكوا طولا. شنو الفرق؟ أنه تأخذ المسواك تستاك عرضا أو تستاك طولا، شنو الفرق فيما بين؟ الروايات حتى تبين أدب الاستياك، استاك عرضا ولا تستاك طولا. العلم الحديث، راجعوا الأطباء، هذه من أواخر ما اكتشفها العلماء في مجال الطب، لذلك يوصون أن تستاكوا عرضا يعني على هذا النحو، ولا تستاكوا طولا يعني على هذا النحو. حتى حقيقة واحد عندما يطالع كتاب مرآة الكمال للبغاني رحمة الله عليه، أو كتاب الآداب والسنن للوالي رحمة الله عليه، أو بقية الكتب، حتى عندما تريد أن تلبس خاتما، هذا إلى هذا، ما من الرواية تقول ما من شيء خلقه الله إلا وجعل له حد، صغير أو كبير. أحضرت المائدة في هذه الأثناء، فأحد الحاضرين قال للإمام صلوات الله عليه: ما حد هذه المائدة؟ فبدأ المائدة أيضا لها أدب، أن تبدأ ببسم الله وأن تختم بالحمد لله إلى آخره. هذا مثل واحد يدعوكم إلى بيته، تروحون إلى بيته لا تباولوه ولا تسلمون عليه، فكركم في المائدة، تقعدون على المائدة تأكلون بعدين تطلعون. هذا حقيقة إيش قد يدل هذا العمل؟ إذا واحد يسوى هذا العمل، دعيت واحد إلى بيتكم، إجي ما باوعكم ولا سلم عليكم، باوع المائدة، راح أكل وبعدين طلع ولم يودع، هذا إيش قد يدل على الجفاء والبعد عن الآداب؟ واحد عندما يبعد على المائدة على هذه الطريقة، الله اللي أنعم عليه بهذه النعم يتوجه إلى الطعام ولا يتوجه إلى المنعم. بسم الله ميك، الحمد لله ميك. احنا عندنا في الروايات أن كل لقمة فيها بسم الله، كل لقمة واحد يأكلها
من الآداب الإسلامية أن يقول باسم راجع. فهذه الآداب تستوعب الحياة طولا وعرضا في الجليل والحقيقي، يعني ما نراه حقيقة. هذه النقطة الثانية أو الموضوع الثاني. أولا مفهوم الآداب، ثانيا دائرة الآداب. الموضوع الثالث غايات الآداب. ما هي الغاية من هذه الآداب؟ الوالد يجيب على ذلك بكلمة واحدة في كتاب الأطعمة والأشربة. مضمون كلامه في الإجابة الإجمالية أن غاية الآداب تحقيق السعادة الكاملة للإنسان. توضيح ذلك، إحنا عندنا أربع منظومات. المنظومة العقائدية أولا، المنظومة الأحكامية ثانية، المنظومة الأخلاقية ثالثا، المنظومة الآدابية رابعا. هذه المنظومات الأربع هدفها تأمين السعادة الكاملة للإنسان. هذه الإجابة الإجمالية. الإجابة التفصيلية على هذا السؤال، هنالك فيما نتصور أربع غايات من هذه الآداب. الغاية الأولى من هذه الآداب، بعض هذه الآداب تنفع البدن، اللي بعضها العلم الحديث اكتشفها والبعض الآخر لم يكتشف. راجعوا هذه الرواية ظاهرا عن الإمام الرضا صلوات الله عليه أنه فرشت له المائدة، الإمام لاحظ المائدة فلم يجد فيها بقلة، فقال للغلام: ألا تعلم أني لا أجلس على مائدة لا توجد فيها الخضرة؟ ظاهر الرواية أن الإمام لم يمد يده حتى الغلام راح وجاء بالخضرة فمد الإمام. هذا من الآداب، من آداب المائدة أن يكون على المائدة خضرة. الآن تعالوا إلى العلم الحديث، شوفوا ماذا يقول حول الخضرة. عدو السرطان الخضرة، وصديق السرطان اللحم. راجعوا الأطباء الجدد ماذا يقولون في ذلك. الإمام صلوات الله عليه قبل أكثر من 1000 عام يقول: أما تعلم أني لا أجلس على مائدة لا توجد فيها الخضرة؟ هذا أول. ثانيا، بعض هذه الآداب تنفع النفس، النفس الإنسان. النفس الإنسانية جهاز معقد ومضطرب،
يقول عندما تنام اذكر الله، عندما تطلع من البيت اذكر الله، هذا من الآداب. عندما تسافر اذكر الله. إحدى الآداب الإسلامية ذكر الله على كل حال. ذكر الله ماذا يصنع بنفس الإنسان؟ اذكروني أذكركم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآن لعل العدو الأول للإنسان القلق والحزن والخوف. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب يطمئن، ما أعظمها من فضل. أهم مشكلة يعاني منها الإنسان الحزن لما مضى والخوف مما يأتي. ذكر الله تعالى يصلح هذه النفس. فائدة تتعلق بالبدن، فائدة تتعلق بالنفس، فائدة تتعلق بالمجتمع. من الآداب أنه أنتم عندما تعطون الفاكهة تقدمون الأطفال. هذا العمل أي دور له في المجتمع؟ شلون يصنع شخصية الطفل؟ والبعد الرابع الفائدة الأخروية. كثير من هذه الآداب ترتبط بالآخر الذي هو عالم معقد وغامض. فالغاية هي البدن أولاً والنفس ثانية والمجتمع ثالثة والآخرة رابعة. هذا باختصار شديد حول المقام الأول، الآداب في إطارها الكلي. المقام الثاني نتحدث حول بعض مفردات الآداب. هذه المفردات لها أهمية في حياتنا. نتحدث حول ثلاثة من هذه المفردات بإذن الله تعالى. أولاً مراعاة الأدب مع المقدسات الدينية. المقدسات الدينية يعني الله سبحانه وتعالى، يعني أسماء الله وصفاته، يعني النبي الأعظم وأهل البيت الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين، يعني القرآن الكريم، يعني كل تجل ومظهر لهذه المقدسات الدينية. مراعاة الأدب، مراعاة الاحترام. الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا الأدب المفقود في مجتمعات. القرآن يقرأ وكل يتحدث مع الآخر، أو فكرة في مكان آخر. هذا خلاف الأدب مع القرآن. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا.
انصته، لعل معنى الانصات ان قلبكم تعطونه للقران لعلكم تفلحون. يمكن كلمه تؤثر. الانسان كيف يهتدي؟ عندما يذهب الى فاتحه القارئ يقرا القران، يمكن ايه تؤثر في قلب الانسان وتسبب فلاح. هذا النوع من رعاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إحنا عندما نصلي فكرنا غالبا من هنا ومن هنا. هذا مثل واحد جاء تتحدثون وياه ويتحدث وياكم ويضاوع مكان آخر وفكرة في مكان آخر. حقيقة هذا كم يمثل سوء أدب مع الطرف. لا تتحدثون ويا واحد وجهكم لاقص، هذا مو سوء أدب. احنا عندما نصلي فكرنا في كل شيء إلا في الصلاة، هذا النوع من سوء الأدب مع الله تعالى. ولذلك ينقل أن بعض الأولياء كانوا يستغفرون من صلاتهم عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يستغفر الله من هذه الصلاة اللي صلاها لأنها لا تناسب عظمة الله سبحانه. الأدب مع الله، مع النبي، مع الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. كان هنالك رجل، هذا الرجل الله تعالى أطلعه على بعض علوم الغيب. وأنا كنت شايف هذا الرجل توفي قبل أعوام، وهذا المطلب موجود في القرآن الكريم: لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى. في هذه الآية الرسول والأدلة الأخرى تثبت أن الله تعالى يمكن أن يطلع بعض عباده على الغيب. انكشفت له بعض الفجر. نحن في هذا العالم مثل أعمى ما يشوف. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هذا واحد سأله أنه كيف بلغت هذا المقام؟ قال: في الواقع أنا في يوم من الأيام ذهبت إلى مشهد الإمام الرضا صلوات الله، وكنت في حجرة لطلاب العلوم الدينية، يعني مكان لطلاب العلوم الدينية، أنا في حجرة. أردت أن أنام وإذا بي أرى من خلال النافذة قبة الإمام الرضا أو منارة الإمام الرضا صلوات الله، منارة الحق. ففكرت أنه أنا أمد رجلي في مقابل المنارة أو القبة. خلاف فجلست من الليل إلى الصباح أو إلى السحر، ونمت في تلك الحال لم يتمكن منها. نمت وأنا جالس. أنتوا ليلة واحدة جربوا هذا العمل، شوفوا كم صعوبة هذا العمل. يقول: في الليلة الثانية أردت أن أنام، فجاءني نفس الخط، وهكذا إلى عام كامل أنا ما مددت رجلي أمام القبة أو المنام.
هذا المظهر يعبر عن ذاتية، هذه مو مظاهر فقط، هذه مظاهر تكشف عن ذات معين. يقول بعد العام أفيض علي هذا. المحدث القرني رحمة الله عليه هو طالب مثل الله تعالى جعل في كتبه هذه البركة العجيبة. أحياناً عندما واحد يروح إلى الحضرة حقيقة يغبط المحدث القمي، كل مكان ترحون المحدث القمي معه مع الملايين من الشيعة في العتبات في ليالي الأحياء في المناسبات المختلفة. إحدى الأشياء التي ذكروها في حياته أنه ما كان يلمس كتاباً من كتب الحديث إلا وهو على هذا الكتاب يحتوي على أحاديث أهل البيت صلوات الله عليه. كان يروح يتوضأ إذا يريد يأخذ الكافي مثلاً أو البخار، يروح يتوضأ أولاً ثم يأتي ويلمس غلاف هذا الكتاب مو نفس الرواية. وإذا أراد أن يكتب رواية كان يذهب ويتوضأ ويجلس مستقبل القبلة على هيئة التشهد ثم يكتب تلك الرواية. لاحظوا هذا الاحترام. لعل هذا من العوامل التي جعل الله بسببها هذا الخير التوفيق. العوامل من جملة العوامل هو هذا الخطباء الكرام حفظهم الله يقولون فوق المنبر أنه من أسباب سعادة الحر احترامه للإمام الحسين صلوات الله. قال كيف أذكر أمك وأمك فاطمة الزهراء صلوات الله. هذا الاحترام كما يقول الخطباء هو الذي أدى به إلى تلك السعادة الأبدية. إذن أولاً احترام المقدسات الدينية، وكل تجل من تجليات، ثانياً الأدب في العلاقات الاجتماعية. هذا إلى مفردات كثيرة، الأدب مع العلماء، الأدب مع الأساتذة، الأدب مع الوالدين، الأدب مع أفراد المجتمع بشكل بعض الأفراد يبنون حياتهم على الأدب وبعض الأفراد لا يبنون حياتهم. أكو أفراد مؤدبين، هذا البناء يحتاج إلى بناء. الأدب مع العلماء. هنالك بعض الأفراد يستهينون بالعلماء، الشيخ قايل هذا المطلب
الشيخ لم يفهم. أكو بعض الأفراد يستهينون بالروايات ولو هذا يرتبط بالبند الأول. شنو هاي الرواية؟ شنو هاي الروايات؟ شنو هذا الحديث؟ حالة استنكار. أكو هنالك لاحظوا الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في منتهى الأمر. أنتوا بعد كم يوم؟ إحنا بعد كم يوم؟ أو الآن واحد يصبح مدرس عندما يريد أن يناقش رأياً وهذا الرأي في غاية البطلان، في غاية الفساد، لا يقول به عاقل فضلاً عن فاضل. لاحظوا الشيخ الأعظم في غاية الأمر عالم عند رأي معين حتى إذا هو ما يقبل هذا الرأي، وفيه تأمل وفيه نظر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدنيا.